هذا النوع من الدروس لأنه مرتبط بحياتك بشكل مباشر أو غير مباشر. وبعض الأوقات ما بنقدر نفرق ما بين الإظهارات اللي بتحصل بحياتنا، هل هذا الإظهار هو من الروح القدس؟ هل هذا الإظهار هو من الأرواح الشريرة؟ هل هذا الإظهار هو بسبب شياطين مثلا؟ ولا هو موضوع نقدر نتعامل معه بطريقة تعليمية أو بطريقة كتابية؟ ومين الأشخاص اللي اختبروا هذا النوع من الأمور؟ فبصلي باسم يسوع اليوم يكون الدرس مهم جدا. أنتم شايفين أنا جبت حبل، هذا الحبل هو رمز للكلام اللي أنا راح أحكي. شايفين هذه العقدة اللي خليتها بالنص، يا رب تكون مش موجودة بحياتك، لكن هو هذا درسي، علامات تشير إلى وجود روابط أو ربط، روابط نفسية مع الآخرين مؤذية. كثير من عندنا ما بيعرف ليه أنا بجتاز في هذه الأمور، ويسأل ليه أنا بجتاز، ليه مش قادر أتغير، ليه كل شوي أسقط، ليه كل شوي أوقع، ليه كل أمور من حياتي بسلك فيها بتطلع على النص، أو لما أوصل المكان وأفرح أني أنا وصلت لهذا المكان ألاقي إشي زي هذه العقدة اللي أنتوا شفتوها كأنه مربوطة برجلي، مربوطة بإيدي، مربوطة بجسدي. كل ما أطلع خطوتين لقدام، 10 خطوات لقدام، ألاقي نفسي وصلت إلى مكان معين، نسكر الباب وفي حدا بيسحبني بيجرني، فقراراتي وأموري تضعف يوم بعد يوم، علاقتي مع الرب، شركتي مع الرب، شهوتي للكلمة، ملل في حياتي من الأمور اللي أنا عايش فيها، وان ببقى مش عارف هل هذا أرواح شريرة، هل هذا أنا، هل هذا طبيعتي، هل أنا اتخلقت بهاي الطريقة. اليوم درسنا من هذا النوع، علامات ساينز تشير تقول لك أنا أو أنت أو أي مؤمن واقع تحت روابط أو ربط أو عقدة أو ماسك أو ماسك أو سلاسل من أي نوع كان. هذا النوع من السلاسل أو العقد أو الربط هي عبارة عن أمور نفسية، بنقول نفسية يعني أنا بتكلم عن الأفكار، مربوطة بأفكاري، أفكاري مربوطة مش براسي، أفكاري مربوطة بآخرين، أفكاري وأفكار الآخرين مع بعض بتسبب لي أنا نتائج سلبية مؤذية ومدمرة لحياتي. لهيك أنا بشجعك اليوم أنك فعلا تدخل وتشتغل معنا بهذا الموضوع وتفكر فيه. راح أحكي زي ما أنا قلت على مهلي هادي، وصلي أنه يكون الدرس سبب بركة إلي وإلك. آمين. ماذا نقصد برب الأفكار؟ شو اللي أنا بقصده؟ ما هي العلامات التي تظهر على الإنسان المربوط؟ عارفين بداية بدي أقول لك الربط أو عدم مربوط أو ربط الأفكار هذا شيء كتابي، ورح ندخل عليه بالتسلسل، ما رح أترك شيء لو أحكي هذا اليوم خلال تقريبا 40 دقيقة من الدرس. خلينا نأخذ بعض الأسئلة. هل ربط أو تقييد الأفكار هو أمر كتابي؟ هل الكتاب المقدس تكلم عن ربط الأفكار؟ هل هو بسماح من الرب؟ هل الرب يسمح لمؤمن أن تربط أفكاره؟ أو العدو يربط أفكاره؟ أو الناس تربط أفكارك؟ أو الساحر يقدر مثلا يربط أفكارك؟ أو حدا مات بالأسرة أو حدا انتقل من الأسرة، ممكن بعد سنين تكتشف أنه بينك وبين هذا الإنسان في جسور لساتها مفتوحة. هل ممكن الزوج الغير مؤمن يربط أفكار الزوجة المؤمنة؟ هل لما الزوجة غير الزوجة المؤمنة لما تتعرض لنوع من هذا الروابط أو ربط الأفكار أو ربط في قراراتها، هل هذا معناه وجود شياطين فيها؟ كيف يمكنني أن أميزها؟ أنا قلت الدرس دسم. هل ربط الأفكار ممكن أن يحدث مع الأموات المنتقلين؟ يعني واحد مات، جدي، جدك، أبوي، أبوك مات انتقل، هل هذه الروابط الأفكار، هل الجسر اللي بيني وبينه انقطع لموته، انتهى لموته، ولا لساته مفتوح، لساتني بستقبل إشي كأنه لسات الشخص اللي أنا بتعامل معه كأنه هو لساته على قيد الحياة؟ طيب هل ربط الأفكار ممكن أن يحدث مع العرافين والسحرة؟ هل ممكن ساحر أو عراف يعمل عمل معين أو يقوم بإجراء معين يخليني أنا مربوط بالأفكار من خلال السحر مع حدا آخر أنا مش بعرفه لا من نسلي
ولا من أبوي ولا من عائلتي ولا من أجدادي، هل يقدر العراف يعمل هيك نوع من الألاعيب الشيطانية ويربط عقلي وأفكاري بحيث أني أتصرف تصرفات أنا غريبة عني وغريبة عن الأسرة وكأنه ما حصلت بعائلتي أصلا؟ ليه أنا طلعت أوت مش زي العائلة في بعض السلوكيات بحياتي؟ هل ممكن يحصل هذا الموضوع؟ نجي شوي أكثر، هل ربط الأفكار ممكن أن يحدث مع العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج أو بين المطلقين أو خلينا نضيف كلمة آخر في حالة الشذوذ الجنسي؟ هل ممكن حدا لما يدخل في علاقة طلاق تزوج أو تكرار الزواج هل هذا يفتح باب لهذا الموضوع؟ كيف ممكن يحصل وشو خطورته وكيف أتعامل معه؟ وبالتدريج واحدة بعد واحدة راح ندرسها هذا اليوم، وأرحب بالجميع في اسم يسوع في مدرسة إطلاق المأسورين. أولا خليني أضع أمامك بعض العلامات التي تشير إلى وجود ربط بالأفكار. خذ هذه العلامات ابتدي فكر فيها لو موجودة بحياتك، لأني في نهاية الدرس راح أعطيك تفصيل دقيق بالتسلسل كيف تحرر نفسك خطوة بعد خطوة. يعني لو أنت ما بتعرف تصلي أصلا اليوم راح أعطيك شو بتعمل كيف تتحرر حرر نفسك. وبداية أنا أقول ربط الأفكار مش سهل أنك أنت تحرر نفسك، لأنه أنا قلت لك هو عبارة عن ميكس، هو خليط من الأفكار على شياطين على لعنات على ذكريات على اختلاطات على أبواب مفتوحة. لهذا السبب أنا بدي أدخل معك خطوة خطوة، ولو أنت شعرت وأنت بتقرأ معي أو تسمعني هذا اليوم أنه في شيء يخص حياتك صلي أنك أنت تيجي عند الرب وتعمل تأكيد اللي أنا راح أقوله. بعض العلامات التي تشير إلى وجود ربط بالأفكار، في سبع علامات مهمة جدا. أول علامة، هل لديك علاقة غير صحيحة بشخص ولا تقدر أن تنهيها لأنك دائم التفكير فيه؟ أنت مرتبط، أنت متزوج، أنت الشخص هذا دخلت معاه في علاقة ورافض العلاقة لأنك آمنت بالرب، توبت، رجعت للرب، قدمت توبة، لكن شايف نفسك كأنه مربوط بحبل، كأنه مربوط بسلسلة، كأنه مربوط بأي شيء آخر يجرك مش قادر تعمل قرار إنك تنهي هذه العلاقة. حاولت مادياً، حاولت بالكلام، كل مرة أنت بتنهي هذه العلاقة راح تسمع كلمة التوبة، تسمع صوتي أما من الشخص أو داخلك يقول لك التوبة مش معناها تنهي علاقتك، التوبة مش معناها إنك أنت تتوقف عن المعاشرات الرديئة، التوبة أنت عارف أنت بتتوب لكن بتضرني أنا، هذا الشخص الآخر، هذا العقل الآخر اللي يحكي معك. فأول علامة، في علاقة غير صحيحة، في علاقة غير شرعية، في علاقة مؤذية، في علاقة نجسة، في علاقة رونك، علاقة غلط أنت عايش فيها لكنك لا تقدر أن تنهيها لأنك دائم تلاقي نفسك دائما بتفكر بالإنسان اللي أنت بدك تقطع العلاقة فيه وبترجع له وبتحن له وبتشتاق له بالرغم من أنك أخذت قرار توبة، بالرغم من أنك أنت قبل للرب، لكن إرادتك مسلوبة في هذا الموضوع. 2، لديك هوس غريب، هاجس شخص ما، يعني أول ما تشوف هذا الشخص يثار جواتك أمور، هواجس، أفكار تجي جواتك، أشياء لا إراديا أنت مش قادر السيطرة عليها ولا قادر السيطرة على هذه الأفكار، تهاجمك هذه الهواجس تخليك حساس جدا من شخص أو نوع من البشر كذكر أو أنثى. أول ما أنت عندك هاجس من الرجال، فأول ما ينحكي عن الرجال بدون ما في رجل معين ممكن يكون ضرك أو أنثى معينة تكون ضرتك، رد فعلك حساس، هاجس، هوس، تطلق كلمات أنا في أفضل، هاجس، في ربط. رح أشوف أنا كل شيء من السبعة رح أحكي بعد شوي، بس خليني أمر عليك هذه الأشياء. العلامات الأخرى اللي تشير إلى أنك أنت مربوط بشخص آخر، تأخذ صفات شخص آخر أو شخصية الآخر، حاول تقلد شخص معين، خادم، خادمة، أخ، أخت، أب، أم، مدير عمل، قلده
انت مش الاورجن، انت مش النسخه الاصليه، انت ما عندك الشيء اللي عنده، فانت تقلده، فتدخل بهذا التقليد بالافكار اللي انت دخلت، فتحت على مخك باب اسمه روابط، انت ربطت نفسك بهذا الانسان، هو مرتبط، انت اللي ربطت نفسك، فشخصيتك وهويتك تتغير تدريجيا، حتى شكلك، حتى لبسك، حتى مظهرك. شوف بعض الاوقات اولادنا يتاثرون بالآخرين، يتأثر بممثل، يتأثر بمغني، يتأثر بمش عارف مين، وتلاقيه بعد شوية عمل شعره، عمل لبس نفس اللبس، لبس نفس الإشي في إيده، ليه؟ بيقلد. نفس الشيء في الحالة الروحية، خادم عجبك، أثرت فيه، تعليمه، مش عارف شو، تبتدي ترتبط أنت نفسيا فيه، لا إراديا، أنت ما بتعمل تحت قيادة الروح القدس، أنت بتعمل تحت الشيء اسمه صفات شخص آخر تستقبله في حياتك، تتشابه مع هذا الشخص تدريجيا. أربعة، تظل تبقى في العلاقات النجسة ولا تقدر أن تتخلص منها بكون برغم كونك ترفضها. طبعا هذه رقم واحد طيب متشابهة، لكن هون العلاقات فوق ممكن تكون علاقات غير صحيحة، ممكن تكون في العمل، ممكن تكون علاقات غير صحيحة مع الآخرين، مع ناس، هون تحديدا علاقات نجسة، علاقات زنا، علاقات قريبة جدا ما تقدر تتخلص منها برغم كونك ترفضها. خمسة، لديك أحلام وأفكار وأوهام متكررة عن شخص ما، تحلم فيه، تفكر فيه، تتوهم بأشياء هي مش موجودة عنده، يحبني، مهتم فيه، يقول لك أي كلمة، ها هذا كلمني، خلى لك لايك، هذا يحبني، خلى لك دائما تفكر إنه هذا الشخص مهتم فيك لأنه عمل إجراء معين، فتدخل في وهم، في وهم وخيالات غير متوقعة بسبب تصرفات ناس بريئة ما عندها قصد، ما عندها نوايا، لكن أنت لأنك مربوط مع هذول الناس، العدو رابطك أو أنت رابط نفسك أو في إشي مفتوح بينك وبين هذول الناس، فكل تصرف أنت بتفكر هذا التصرف مقصود معمول إلك لأجلك حتى تدخل معاهم في علاقات من هذا النوع. ست ونص، ستة، تحافظ أو تمتلك، خلينا نقول هيك أحسن، أو عندك على الأشياء والهدايا. دخلت في علاقة سابقة، هذه العلاقة اجتزت بها وانتهت، هذه العلاقة انتهت بخيانة، انتهت بطلاق، انتهت بواتفر الإشي اللي انتهت فيه هذا العلاقة، وصار بينك وبين هذا الإنسان رفض، اثنين كانوا على علاقة بعدين انفصلوا وكل واحد اتزوج. لاقي نفسك قادر تتخلص من الأشياء، الأغراض، الملابس، الأمور اللي أعطاها إلك هذا الشخص، خليها قدامك دائما وتتذكر هذا الإنسان فيها. هل ممكن يكون هذا يفتح باب مع الأموات؟ نعم نعم، تحتفظ، أنا قلناها، تحتفظ بأغراض الموتى في بيتك، مش قادر انك تتخلص منها، اشي بداخلك، اشي بداخلك، خصوصا لما تكون وحيد او لما تكون مريض او لما تكون متضايق، فانه شيء هيك بيسحبك زي الـ زي الـ زي الـ 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 السلسله، وياخذك للمكان اللي فيه هذه الاغراض، وتروح تفتح هذه الاغراض، تشمشمها، تحضنها، تبوسها، وتقعد تبكي وتتذكر الميت وتتذكر فلان او تتذكر الحبيب او تتذكر شخص كنت على علاقه فيه. خلي جواتك نوع من الحنين، عايد هاي الكلمه، حنين لنفسك. بعد شوي صحيت من اللي انت عم تعمله، افكارك هيك لخمس دقائق طلعت اوت، طلعت برا، طلعت خارج اللي انت بدك اياه، انت مؤمن، بدك تتقدس، لا هيك في وقت معين، في وقت ضعف، افكارك راحت بحنين، بشوق، باشياء عندك جوات بيتك، جوات راسك، محتفظ فيها لفلان، انا نسيت والعلاقه انتهت واختاريت المسيح رب ومخلص. نعم مزبوط كلامك، انت مؤمن، انت مخلص، الموضوع مش في روحك، الموضوع انه في جزء من عقلك ما زال تسكن فيه هذه الاشياء والهدايا والاغراض الشخصيه والذكريات القديمه والاوراق والرسائل والكتب وتأثر شو انت بينك وبينه، هي عم تفتح هذا الرابط وتحركك، تسحبك، كانك تشمشم
إشي يسحبك إله، هذا اسمه روابط. طيب سبعة، كل مرة تتحرك قلت إلى الأمام لاحظ نفسك مربوط بسلاسل ترجعك للخلف من جديد من الصفر، وهذا الأمر هذه الأمور تتكرر بالرغم من رفضك لها. شخص تركته وابتديت حياتك ومشيت خطوات لقدام ومرة واحدة تشعر أنه في سلب آخر وفي إشي آخر عم يسحبك إلى خلف. هذه العلامات السبعة راح نحكي بعد شوي كيف ممكن تتعامل معها. خلينا أقول لك شيء، كسر روابط الأفكار مهم جدا وانت بتسمعني حتى تفهم شو أنا بحكي أو شو تعريف روابط الأفكار. يمكن تطوير تتطور روابط الأفكار مع العائلة والأصدقاء وزملاء العمل والعلاقات الشخصية ومع الخدام والمؤمنين. روابط الأفكار ممكن تكون مفيدة، ممكن تكون إلهية، ممكن تكون الرب إياها. مع مين؟ مع مين؟ هذا هو السؤال الأهم. مع مين؟ مع العائلة، مع بيتك، أهل بيتك، أصدقائك المقربين المؤمنين، زملاء العمل المؤمنين كذلك اللي موجودين معك في العمل، العلاقات الشخصية، الزوج والزوجة والخطيب والخطيبة، وأيضاً مع الكنيسة والراعي والخدام. ولكن لابد من وجود حدود، لابد من وجود فواصل، لا تدخل كثير. ليه؟ راح أقول لك. في بعض الأحيان تتشكل روابط الأفكار من دوافع القلب غير الصحيحة. أنت جاي بقلب نظيف، أنت جاي بقلب أمين، والعدو شو بيعمل؟ يدخل دوافع جوات قلبك، هذه الدوافع غير صحيحة وغير نقية، يخلي قدامك أفكار غير نقية ويشوفك جوات هذه الأشياء اللي أنت عملتها، يشوفك مع الأصدقاء، يشوفك مع الباقين، يشوفك مع العائلة، بيدخل جوات قلبك. أنت بتستقبل أفكار، هذه الأفكار بالرغم أنك أنت المفروض تكون في علاقات صحيحة، هو بيرمي أفكار غير صحيحة، أفكار غير نقية، أفكار شهوة، نجاسة، غيرة، مرارة، امتلاك، إيش بدك يا. عندما يتم ربط الناس معا بدوافع نجسة، فإنه روابط الفكر هذه يمكن أن تمكن الشخص من التلاعب بالآخر وإساءة معاملته من خلال الروابط التي تربط به، بحيث يسيطر عليه من خلال هذه الروابط بشكل قوي ويحركه كما يريد. يعني لو أنا اليوم دخلت في روابط من هذا النوع راح أكون منفتح، راح أكون فكري، مشاعري، قلبي مفتوحة مع الشخص الآخر. إذا الشخص الآخر كان الدوافع اللي جواته، الأشياء اللي في داخله كانت غير نقية وغير صحيحة، شو راح يحصل؟ تعلق فيه راح يخليني أفقد القدرة والسيطرة على عمل القرارات من جهتي أنا. طب من جهته هو راح يقدر يتحكم بحياتي، راح يقدر من خلال سيطرته على أفكاري أنه يوجهني يمين ويسار، شمال، فوق، أطلع. أنا مش رح أقدر أقول له لا. ليه؟ لأني أصبحت تحت سيطرة أفكار شخص آخر كان داخله دوافعه غير نقية معي، كان دوافعه غير صحيحة معي. لذلك لازم تنتبه جدا 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 لما تدخل في علاقات مع العائلة، مع البيت، مع الأفكار، مع العمل، مع العلاقات الأخرى. لازم ما تفتح مشاعرك وأفكارك وتتعلق وتهيم وتدخل في أفكار مباشرة لمجرد أنك أنت كنت محتاج لتقديم محبة أو محتاج لزواج أو ارتباط، فروح تدخل بالدوافع وتشوف الشخص الآخر يبتدي يحركك زي ما يحرك الشطرنج، زي ما يحرك الأشياء اللي بده يقودك ويحركك بطريقته هو، بفكره هو. لذلك لازم تخلي سبيس، لازم تخلي مسافة بالأفكار. عندما يتم تطوير روابط الأفكار يكون عقل الشخص وإرادته وعواطفه مفتوحة على مصراعيها للآخر. لذلك من المهم جدا أن نكون قادرين على التعرف على من نسمح لهم بالدخول إلى حياتنا وتمييزها روحيا. مش كل واحد بالكنيسة لازم أكون أنا منفتح بعقلي وأفكاري وعواطفي ومشاعري وانقاد بمشاعري وعواطفي اتجاهه.
ولا برات الكنيسه ولا في العلاقات. ليه؟ لانه لما انا اجي بهذه الطريقه منفتح، لو الشخص الاخر اللي انا بتعامل معه جواته شياطين، شو راح تعمل هذه الشياطين؟ راح من خلال الافكار، مش راح ينقل لي شياطين، لكن راح تعطيه افكار شيطانيه عن نقاط ضعفي، عن مكانات اللي انا ممكن يدخل فيها ويحركني زي ما هو بيفكر، فراح أسقط تحت هذا الموضوع. يجب أن نكون قادرين لما تدخل في علاقة، كان الزواج، صداقة، زمالة، كنيسة، مكان، على سماع صوت الرب بوضوح، وهو يحذرنا أن نكون نحرس قلوبنا وأفكارنا من سلاسل العدو. ممكن حتى بالصلاة يقيدك العدو، وانت بتصلي شو بيعمل العدو؟ يرسل لك حدا من المصلين معك يحاول يوقف صلاتك بطريقة معينة حتى يألمك، حتى يجرحك. ليه؟ لأنك أنت جاي بقلب مفتوح للصلاة، أنت داخل بمشاعر وعواطف وقلب مفتوح، فالعدو يرسل ناس مربطين بسلاسل. شو بيعملوا؟ بيسلسلوك أنت بالصلاة أو بالخدمة أو بإخراج شياطين أو بالكنيسة أو بالوعظ. يسلسلك. كيف يسلسلك؟ يشتكي عليك، يوقف صلاتك، يتعامل معك بطريقة مش حلوة، يتعامل معك بكبرياء. ليه بيعمل هيك معك؟ ما أنت داخل بمشاعر حلوة. ما هو بده يدمر لك مشاعرك. لو قدر يدمر لك مشاعرك، لو قدر يجرح مشاعرك، خلص هو خلى جواتك كسر، وخلى جواتك خوف من أنك أنت مرة أخرى تكون في علاقة وشراكة معه، أو في علاقة صلح حتى معه، أو في علاقة عمل حتى معه. الزوج والزوجة كثير يتعرضون لهذا الموضوع. الزوجة مؤمنة، الزوج غير مؤمن، العدو شو بيعمل؟ الزوج مليان بأفكار، شوف، أفكار وأشياء. الزوجة داخلة يا ريت زوجي يؤمن، يا ريت زوجي يكون مخلص، يا ريت زوجي، فتدخل بمشاعرها للزوج، واجه نار، صدمة، كف بطريقة تعامل الزوج معها. ليه بيحصل هيك؟ أنا داخل بمشاعر حلوة، العدو ما بده إياك تدخل بمشاعر حلوة ومشاعر مليانة بالروح. هو بده يقيد مشاعرك، هو بده يربطك مع شخص آخر يتحكم من خلال لهجته، كلامه، حركات الوجه، سلوكياته لك، حتى يربطك بهذا الإنسان. فهذا الإنسان كل ما أنت تصلي راح تكون حذر، كل ما أنت بدك تخدم راح تكون حذر. ليه؟ لأنه ربطك، سيطر عليك، سيطر على أفكارك، سيطر على سلوكياتك، سيطر من برا على اللي أنت بتعمله، فخلص أنت أصبحت مربوط بهذا الإنسان. حتى لما بدك تروح كنيسة تخاف تاخده، ولو جاء معك راح تتغير تصرفاتك، لو دخلت في اجتماع معين وهو معك راح تتغير. ليه؟ لأنك مربوط معاه بالخوف، مربوط معه بطريقة كلامه، مربوط معه بطريقة غريبة. خلينا ندخل أكثر، لساتنا بالبداية. أنا لساتني بخلي أسئلة. هل شعرت يوم كما لو أنه لسبب أو لآخر لا تعرفه، سبب لا تعرفه، لا يمكنك التخلص من علاقة معينة، أو لا يمكنك السير باتجاه الرب، وهناك أمر ترفضه ولكنك دائما تسقط فيه؟ واحدة من الأشياء اللي بتشير إلى أنك مربط، أنك أنت مرة تندفع وعشر مرات تنسحب. ليه أنا بعمل هيك؟ أنا مش عارف. هذا معناه في ربط على حياتك. ندخل أكثر. هل تعتقد أن هناك روابط أو سلاسل خفية غير مرئية؟ بالمناسبة الروابط والأشياء اللي تخص الأفكار هي عبارة عن أمور غير مخفية، يعني مش شيطان راح تقول له اخرج فلان أو فلان، هو أمر غير واضح، هو غير علني، هو مخفي. ربط أفكارك بأشخاص أو أماكن أو أحداث حصلت في حياتك بالماضي. تعرف الربط مش بس بأشخاص، ممكن يكون الربط ربط أفكارك بأماكن، مكان حصل فيه معك أمر معين، ذكرى بيت أجدادك، ذكرى مكان أنت كنت فيه، تعرضت بهذا المكان إلى اعتداء، تعرضت في هذا المكان إلى خوف، تعرضت إلى اضطهاد، تعرضت إلى أي شيء، فعقلك يربط بهذا المكان، فتنام وتحلم بهذا المكان، تنام وكل مرة تشوف نفسك كأنك في هذا البيت القديم، في هذا المكان القديم،
فربط بأماكن، ربط بأشخاص، وربط بأحداث. هذا كله يخص في الربط العقل، ربط ذهنك، وهذا كله يتخبى وراء، بالمناسبة بعض الأوقات يتخبى وراء أرواح شريرة، فيخليك تشوف حلم مستمر ما بدك تشوف هذا الحلم، الحلم مزعج، الحلم يقلق، تصحى من نومك حتى لو كسرت الحلم، حتى لو صليت قبل ما تحلم، قبل ما تنام تلاقي نفسك بتحلم بنفس الحلم. مكان محدد، بيت أجدادك، بيت الزوجية، بيت معين، شخص معين بينك وبينه روابط، وهذا الشخص يكون مات بس بظل تحلم فيه بنفس الروابط. مكان معين، حادث حصل معك، هذا كله روابط مفتوحة، على الرغم من أنها ليست أرواح شريرة، إلا أن هذه السلاسل يشار إليها في جوهرة باسم روابط نفسية أو سلاسل ربطت عقلك مع الأشخاص أو الأماكن يمكن أن تختبئ خلف أرواح شريرة مثل روح إيزابل. بالنسبة للروابط هذه، إيزابل موجودة دائما فيها، روح الموت دائما متواجد فيها، وروح السحر دائما متواجد فيها. إيزابل تظهر بوقت وبطريقة غير متوقعة لتزعجك وتقودك إلى نوع من أنواع الخطايا. ربط الأفكار هي عندما يكون هناك، ما معنى ربط الأفكار؟ فكرين متماسكين معا، عقلي وعقلك باتجاه واحد، أما من خلال نقل أفكار أعطيك من خلال الكلام اللي أنا بفكر به فأنت تستقبله وتسده وتبدي تاخده وتحتضنه، أو نقل من خلال أرواح، روح شريرة انتقلت فجابت إلك فكرة إنسان آخر كانت موجودة فيه، فكر إنسان آخر كان موجودة هذا الروح فيه أو عامل عليه وبيشتغل من خلاله. خلينا أسد هذا شوي. أوكي. أوكي. إشار إليها جوهرياً بروابط نفسية أو سلاسل ربطت عقلك مع الأشخاص أو الأماكن يمكن أن تختبئ خلفها أرواح شريرة مثل روح إيزابل، روح الموت، وروح السحر. إمتى هذه تظهر؟ مش دائماً تظهر. يعني مش إنه هي متحكمة فيك 24 ساعة. لا. لا، تظهر في أوقات معينة لما أنت تجتاز في ظرف معين مشابه للظرف اللي الآخر كان فيه ونقل لك أفكاره لك، فتتصرف بالطريقة نفسها اللي تصرف فيها فلان اللي أنت من الأساس كنت رافضها. يعني مثلا أنت كنت عايش وسط أسرة، هذه الأسرة الأب، خلينا نقول الأب بيتعامل بطريقة غير جيدة مع الأم، أو الأم تتعامل بإلغاء شخصية الأب، وأنت رافض هذا المبدأ ولا يهم، يعني تقول أنا لو اتزوجت أو أنا كملت حياتي وارتبطت لا يمكن أعمل الإشي اللي يعمله أبوي أو إشي اللي تعمله أمي أو العكس، تلاقي نفسك بتعمل نفس الشيء وبنفس الطريقة وبنفس الأسلوب. شو اللي حصل؟ ما أنت كنت رافض ومش قابل. اللي حصل أنه ربط الأفكار لساته موجود نفس الطريقة. شو عمل العدو؟ من خلال جينات الدم الموجودة في أبوك أو أمك أخذ مع الجينات الأفكار، أخذ اللي هم بيفكروا فيه، أخذ طريقة التعامل اللي هي أصلا متوارثة من الأجداد، وصلت إلك. بالبداية أنت رافض هاي الطريقة، ولكن بسبب وجود جزء من أفكار العائلة داخلك أنت بتتصرف بنفس الأسلوب وخلف هذا الأسلوب في أرواح شريرة. ربط الأفكار هي عندما يكون هناك فكرين متماسكين معا، أما من خلال نقل أفكار أي بالكلام أو نقل أمور روحية عن طريق أرواح شريرة يمكن أن تكون هذه الروابط نعمة أو نقمة، نعمة أو نقمة، اعتمادا على من تتشكل معه ودافع الاتصال. أنا مع مين؟ مع مين أنا؟ لك بالبداية بقول لك الأفكار تنتقل مع مين أنا بتعامل ودوافع التعاملات مع الآخرين، كذلك تعتمد قوة روابط النفس أو روابط الأفكار على مدى عمق ارتباط الأفراد ببعضهم البعض. لهيك الكتاب يوصينا بين المؤمنين كونوا مع بعضكم مع بعض، اعترفوا بعضكم لبعض،
كونوا في شراكه مع. ليه؟ لانه تكون نعمه لما انت تكون مع الناس الصح، تكون نقمه على حياتك لما تكون انت مع الناس الغلط. ومقدار تعمق هذه العلاقه هو يتحكم بقوه الروابط اللي انت بتجتاز فيها. عندما تكون مرتبط بشكل قوي مع الروح القدس وتصلي ومليان بالروح القدس، روح القدس هو روح، هو روابط، هو افكار. لما تكون انت قوي مع الروح القدس، فالروح القدس راح يغطي ويحميك، يحمي افكارك من روابط الارواح الشريره. ففي عندك خيارين، انت اختاريت العالم، اختاريت اصدقاء، اختاريت شركاء، اختاريت زوجه او زوج، اختاريت العائله، اختاريت المكان، اختاريت الاحداث. حسب عمقك يكون لك. انا دخلت عمق، دخل على راسي الاشياء اللي انا فيها. انا دخلت في عمق اخر روحي مع الكنيسه ومع الخدام مع المؤمنين، دخل روح الله وامتلك او سيطر على افكاري بالكامل. ندخل شويه ثانيه، ربط الافكار. لساتنا بتعرف ربط الافكار، هي اي علاقه يصبح فيها اثنان، واحد في العقل او الجسد، المشاعر والعواطف في القلب. وأعطيك مثلك مثل الحبل السري. شايف الحبل السري عند الطفل؟ أنت ما بتشوفه لأنه هو جوات الرحم متخبي وبيوا، بس بيغذي البيبي، بيغذي الطفل، بيأكل من هذا الحبل السري من الأم. نفس الشيء الروابط، هي علاقة، علاقة، هما الاثنين مندمجين مرتبطين مع بعض كالأم والآب. أو هي جسورة، جسر، عارف الجسر؟ كأنه جسر مفتوح بين اثنين، فتتنقل من هذا المكان إلى هذا المكان وترجع بهاي الطريقة. هذا معنى الأفكار أو روابط الأفكار. خلينا نعطيك كتابيا بعض الأشياء الهامة حتى ندخل بالأشياء الدقيقة اللي بدي أحكي فيها. الأنواع الكتابية للروابط النفسية الجيدة والمضرة، أنا أقول لك هي يا إما تكون نعمة يا إما تكون نقمة. خلينا نشوف النعمة والنقمة، خلينا نشوفها. أول شيء كان فيه في التكوين 44 أمر حصل قبل 44، أمر حصل يوم ما يوسف ابن يعقوب قالوا رموه في البير، أخذوا ملابسه وأتوا ليعقوب وبكي يعقوب وقالوا له ابنك مات ومش مات ومش كنا عارفين هذه القصة. بعد 2 سنين يوسف أصبح ثالث شخص في مصر، فعرف أنه هدول أخواته، أحب يخلي بنيامين الابن الأصغر عنده خوفا عليه من انه ما يكونوا امين اخواته في حراسه هذا الولد او الحفاظ على هذا الولد. لكن المشكله كان يعقوب متعلق نفسيا بروابط مع بنيامين، خوفا لا يتكرر مع بنيامين اللي تغير اللي حصل مع يوسف. فكان بنيامين يخرج يوسف يعقوب، وين بنيامين؟ يتأخر، وين بنيامين؟ طلع بنيامين مع أخواته راحوا لمصر، خلوا بالكم على بنيامين. طب ايش معنى بنيامين؟ ما انت عندك 10 أولاد آخرين. قال لا، بنيامين مختلف. تعلق الأب بولد من الأولاد بطريقة سلبية، تعلق بالأفكار. اسمع شو قال أخوة يعقوب إلى يوسف لما يوسف حب يحتفظ ببنيامين، قال فالآن متى جئت إلى عبدك أبي، متى رجعنا إلى أبونا والغلام ليس معنا. اسمع الربط، ونفسه، هذا الربط، هذا ربط الأفكار، مرتبطة بنفسه. أعيد، والغلام ليس معنا، ونفس يعقوب مرتبطة بنفس بنيامين. طب شو يحصل لو 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 انا نفسي مرتبطه بابني بطريقه سلبيه بهذه الطريقه؟ يكون متى راى ان الغلام مفقود انه يموت. شايف خطوره هذا الموضوع؟ متى يرى الغلام انه غير موجود فانه يموت، فينزل عبيدك تيبه شيبة عبدك أبينا بحزن إلى القبر أو إلى الهاوية. شو بيقول يهوذا ليوسف؟ بيقول له
أنه حياة يعقوب، أي حياته اللي هو عايش فيه على الأرض، ممكن تتوقف. ليه تتوقف؟ قال لأنه نفسه مرتبطة ببنيامين، بنفس بنيامين. يعقوب لديه هذه النفسية المرتبطة بابنه لأسباب حكيناها من دقائق. هذه مشكلة. ليه؟ لأنه إحنا كناس كأشخاص أيضاً بنمر بنفس الطريقة. لو أنا مرتبطت بفلانة أموت، لو أنا ابني وتركني يسافر أموت، لو أنا حصل معي الموضوع الفلاني أموت. وكلمة أموت أمر على لساننا. ليه؟ ليه بتقول أنا أموت؟ وأنت فعلاً راح تموت؟ هو فعلاً لو ما رجع بنيامين يعقوب كان راح يموت؟ لا، ما كان راح يموت، لكنه أولاد يعقوب كانوا شايفين التعلق بهاي الطريقة، تعلق بهاي الطريقة. فالشيطان شو خلق؟ خلى فكرة ارتباط ما بين يعقوب الرجل العجوز الشايب اللي مرعوب وخايف على ابنه من كل ما راح يواجهه، يا أما من إخواته يا أما من فرعون. كان خايف، كان متوقع أشياء. هذا الخوف خلى ربط بين يعقوب وبنيامين. أي شيء يحصل لبنيامين يحصل ليعقوب. اسمع، أي شيء يحصل لبنيامين يحصل ليعقوب، ولو حصل شيء لبنيامين قوي جدا يعقوب يموت. شو الموضوع؟ روابط نفسية. هاي الروابط كانت سلبية أو شريرة. فتعلقك بابنك، تعلقك ببنتك، خوفك الزايد على الأولاد نسيك الباقين، يخليك أنت تفكر لو حصل له شيء، لو ابني مر بهذا الموضوع، لو أنا شو كيف راح أكمل، أنا كيف راح أعيش. أنا يخليك العدو تحط روابط من هذا النوع. وهذا ربط ما بين الأب والولد أو الأم وأولادها. وبعض الأوقات هذا الربط يخلي الأم أو الأب يتدخل في حياة الأولاد، وممكن يدمر له حياة ابنه بسبب هذا الربط بالأفكار بين الاثنين. نأخذ أكثر شوي. طيب، هل في جانب إيجابي لموضوع الروابط النفسية؟ نعم، روح القدس يحكي لنا وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. وخلينا ندخل أكثر روابط الأفكار الإيجابية. هذا مهم. أنا حكيت لك الروابط هي مش شياطين، لكن ممكن أن تتحرك الشياطين من خلالها. بس في روابط إحنا لازم نسعى إلها، لازم نكون فيها. أيضا روابط بالأفكار إيجابية، مثل من لما تقعد تسمع برنامج من البرامج تبع الزوم، أو تشغل هذه البرامج وتسمعها أو تدخل فيها. شو اللي يحصل؟ أنت عم تدخل أيضا في تعليم بيربطك بهذا بالكلمة. روابط الأفكار الإيجابية هي في الواقع جزء صحي وأساسي من خطة الله للعلاقات البشرية. ربط النفس هو ربط أو حياكة. بتعرف كلمة ربط بالمفهوم الإيجابي هو حياكة. عارفين المرأة اللي تحوك تمسك هدول، هلا مش موجود طبعا، كلكم ما بتحوكوا. لما تحوك أشياء تعمل روابط، نفس الشيء بنفس الطريقة هذه المرأة أو الروح القدس يحوك إلك، يعمل حياكة، يعمل كانوا بيحيط شيء صعب إنه ينقطع. أما الروابط بالأرواح الشريرة مجرد ما أنت تصلي إلها تقدر تكسرها، لكن روابطك مع الروح القدس تحاك حياك بطريقة كتابية أو بطريقة روحية رائعة جدا. خلونا بس هيك نعمل إشي لأنه في أخوة مش قادرين يدخلوا. أوكي. طيب نجي أكثر شوي. تحدث روابط الأفكار الإلهية عندما يكون المؤمنين اسمع هاي الكلمة، المتشابهون في التفكير. وهذه مهمة جدا جدا جدا. هل في مؤمنين غير متشابهين بالتفكير؟ نعم نعم. أنت بتؤمن بعمل الروح القدس وبقوة الروح القدس وبتؤمن بأشياء كثيرة، وفي نفس المكان أشخاص بتموت هذا النوع من الإيمان. هذا يفصل الروابط. إذن لازم أكون مع مؤمنين يشبهوني بنفس الدعوة، بنفس الفكر، أو بنفس الأشياء اللي أنا بفكر فيها. أصدقاء وشركاء الزواج، المؤمنين، الرعاة وغيرهم، كل هدول لك معهم روابط. هاي الروابط مفيدة، لا تقطعها. هذه الروابط لازم تكون موجودة، ولكن أيضا لا تكون
مفتوح بالمشاعر 100%، يعني لا تخلي مشاعرك هي اللي تتحكم بروابطك مع العلاقات اللي أنا حكيتها. ممكن ترجع سفر التكوين 2:24 مرقس 10 وأفسس 5، راح أقولك هذا الشاهد لأنه هذا الشاهد مهم يخص العلاقات الزوجية. مكتوب: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه يلتصق بامرأته يكون الاثنان جسدا واحدا. يقول هذا السر عظيم، ولكنني أقول هذا من نحو المسيح والكنيسة، وأما أنتم الأفراد اسمع فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه كنفسه، هذا الروابط. وأما المرأة فلتهب رجلها. يعني شو يعني؟ بيقول لك لما تحب زوجتك حبها كنفسك بالأفكار، حبها، خلي فكرك يمتلئ بالمحبة نحو زوجتك بطريقة الأفكار. اربط أفكارك بأفكار زوجتك. ليه بيعمل هيك؟ لأنه لما تربط مخك بمخ زوجتك راح يصير هذه المحبة راح تمنعك من أنك أنت تسلك بطريق آخر خارج العلاقة الزوجية. حتى لو أتيح لك الفرصة لهذا العمل راح تلاقي نفسك بسبب الروابط اللي أنت مربوط فيها في علاقتك الزوجية، هاي الروابط راح تمنعك أنك أنت تفتح روابط أخرى أو روابط جديدة. ليه بيحصل خيانات زوجية؟ لأنه هذا الهاجس، هذا الروابط ضعيفة داخل العلاقة الزوجية. روابط العلاقة الزوجية بين الزوج والمرأة ضعيفة، فيجي روابط أخرى أقوى، فيها روابط شيطانية، روابط شهوانية، فتلاقي الرجل أو المرأة بسبب ضعف الروابط في العلاقة الزوجية أصبحوا خارج هذه العلاقة، دخلوا في روابط أخرى وراح ندخل فيها بالتدريج بعد شوي. الروابط النفسية في الزواج، يصبح الاثنان واحد. إن روابط الأفكار التي تطورت بين الزوج والزوجة في إطار عهد الزواج هي إرادة الله. عندما يتزوج رجل وامرأة يقول الكتاب أن الاثنان مرتبطان معا، يصبحان جسد واحد، يحدث هذا الاتحاد معا بطريقة روحية، وتصبح اسمع وتصبح النفسان العقل تبع الاثنين واحد، مش بس الجسد واحد، مش بس لازم تفكر يعني ليه بيقول لي الاثنان واحد في شو؟ في البيبي؟ لا مش في البيبي، البيبي هو ثمر هذا الاتحاد، لكن اتحاد ايش؟ اتحاد الافكار، اتحاد الجسد، اتحاد روحي يحصل بين الاثنين في عهد الزواج. روابط الزواج قوية جدا ولم يتم تصميمها ابدا ليتم كسرها من خلال الطلاق. اسمعني، حتى لو صار طلاق، لو انت تزوجت صح وصار طلاق هذا ما يقطع الروابط، يخليك مربوط بالشخص اللي انت ارتبطت فيه. ليه؟ لانه هذا حياكة وليست صناعة، حياكة ماسك، حياكة شيء أحيك بقوة، إلا في حالات معينة راح نحكي عندها بعد شوي. عندما يحدث الطلاق يحصل تمزق فعلي للنفسين اللتين تشابكهما الله، اللي ربطه الرب راح يتمزق، بس هذا التمزق راح يكون قوي جداً. قال آدم: هذه الآن عظم من عظامي. اسمع كيف تفصل، ولحم من لحمي، كيف تفصل العظم واللحم؟ هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأتي ويكونان جسدا واحدا، إذ ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. هذا الكلام مهم وخطير لك. ليه؟ لأنه حياكة الزواج مهمة. رح أنا نشوف شوي ندخل أكثر، نأخذ شاهد آخر. وقال: من أجل هذا يترك الرجل، في متى طبعا حكينا من مكانات أخرى، يكون الاثنان جسدا واحدا إذ ليس بعد اثنين. يستخدم الله العلاقات الجسدية اسمع بالزواج الصحيحة ليتسبب في إنتاج اثنين مندمجين بالأفكار في الزواج حتى يتمكنوا من خدمة الله كشخص. الله يدمج العقل، خليكم أنت وزوجتك يدمج العقل. طب لو أنا حصل معي مشكلة، يمكن أيضا تكوين العهد الجنسي خارج يرد الله للزواج. أنا عندي عهد، رب دمج عقلي مع عقل زوجتي لسببين. السبب الأول هو يدمجنا مع بعض بحياكة، يحوكنا مع بعض حتى نكون واحد،
حتى الأفكار تتجمع، بعدين يجيبهم ثقافتنا بالخدمة مع بعض فنخدم مع بعض. أقرب الخدمات الناجحة لما يكون الرجل والمرأة ماشيين في طريق واحد، وهذا هو الدمج بالأفكار اللي يعمله الرب. طيب، هل ممكن العدو يعمل نفس اللي يعمله الرب؟ نعم، ببساطة جدا، ببساطة جدا. لما يحصل خيانة زوجية، لما يحصل جنس خارج العلاقة الزوجية، أنا مش بحكي بالجنس، أنا بحكي عن علاقات كاملة. لا، أي نوع علاقات فيها شهوة، أي نوع علاقات فيها استمناء، أي نوع علاقات فيها لمس، أي نوع علاقات فيها فكر وهواجس الشخص الآخر تدخل ضمن عهود اللي يعملها العدو مع الشخص حتى يلوث ويبدي يشق ويمزق الأفكار اللي صنع الرب. أي عهد جنسي يتشكل خارج عن طريق الزواج يشكله الشيطان. كيف يشكله الشيطان؟ ببساطة بالحجاب يجلب. اسمعوني، هذا خطير الكلام اللي راح أحكيه. علاقة برات الزواج دخلت في عهد مع الشياطين، الشياطين استغلوا من خلال ساحر، من خلال حجاب، من خلال عراف، مباشرة أو أول ما يحصل هذا الانقطاع في الأفكار، العدو يرسل الزوج الروحي أو يرسل الزوجة الروحية حتى يسد الفراغ الموجود في العلاقة الزوجية ما بين الاثنين. هذا أول خطوة يسويها العدو. في علاقة انكسرت، شو يعمل العدو؟ يخلي الزوجة والزوج من خلال الأحلام، من خلال علاقات أخرى، يرسل أرواح شريرة تستخدم الأفكار والعقل والاحتياجات وتدخل إلى هذا العلاقات، ومباشرة يعمل عقد زواج آخر. الشياطين تعمل عقد زواج آخر. كيف تعملوا؟ عن طريق ربط الأفكار. كل علامة الأحلام النجسة، الشهوة الغير مسيطرة عليها، يحاول الشيطان أنه يعمل زي ما يعمل الرب. رب يأسس مخين، يأسس عقلين، يأسس مع بعض. الشيطان نفس الشيء، لكن الاختلاف هو في الطرف الآخر اللي أنت بتتعامل معه. فما كان ما تكوني مع زوجك، يرسل لك زوج روحي يهاجمك بالأحلام، ونفس الشيء يعمل مع هذا. معناته أنه عقلك وأفكارك ارتبطت مع الأرواح الشريرة. هل تعلم أن من تمارس الجنس معه وهو منفصل عنك ولكن أصبح جزء منك ومتمسك مع نفسك، وكذلك الأشخاص الذين أقاموا علاقة جنسية معه بنفس الطريقة؟ يعني كيف؟ يعني لو اليوم أنا دخلت في علاقة زنا مع امرأة، شو اللي راح يحصل؟ هذه الامرأة عندها روابط مع آخرين، وأنا عندي روابط مع زوجتي ومع آخرين. جزء مني راح يطلع يروح لهذه المرأة من أفكاري، يستقر فيها. بس أنا شو راح يكون إليه؟ أنا راح أستقبل الروابط النجسة والأفكار اللي في هذه المرأة بلس مع كل إنسان كانت بتعيش مع هذه المرأة اللي أخذت من عنده جزء، اللي أخذت من عنده شيء. طب شو الضرر؟ الضرر أقول لك شو الضرر. الضرر أنك راح تكتشف اللي أنت بتجتاز فيه، الأمور اللي أنت فيها، ضياع، كآبة، أمراض، أشياء أخرى، هموم معينة، هذه الأمور انتقلت إليك عبر هذا الجسر المفتوح من الروابط بينك وبين الشخص اللي أنت دخلت في علاقة معه، وأنت استقبلت اللي عنده واللي عند الآخرين، وفتح باب للعنة بحياتك بسبب الأفكار الغير نقية. يعني اليوم أنا ممكن يكون عندي كآبة، ما في حدا بعائلتي عنده كآبة. طب ليه أنا عندي كآبة؟ ليه أنا عندي مشاعر بالوحدة؟ ليه أنا عندي ضياع؟ ليه أنا عندي جنون؟ ليه أنا عندي فقر مادي؟ مع العلم إحنا في عائلة أغنياء. ليه أنا عندي أشياء أصلاً غير متوارثة من عائلتي؟ أقول لك، دخلت في علاقة أخذت من لعنات الآخرين اللي كانوا مرتبطين بالإنسان اللي أنت دخلت معاه في علاقة وفتحت مشاعرك وعواطفك إله، وتكررت الزواج مرة واثنين وثلاثة وأربعة. النتيجة حتى لو زوجت 10 مرات مش راح تلاقي نفسك مرتاح.
هتلاقي شكوك، تلاقي عدم ثقة، راح تلاقي أشياء ما توقعت أنها تكون موجودة بالشخص اللي أنت معاه. هتلاقي نفسك خدمتك عم تتعرج تتكسر، تلاقي نفسك مش مستراح، تلاقي نفسك بتخبي، تلاقي نفسك مش قادر تاخذ حريتك. ليه 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 عم يحصل كل هذه الأشياء؟ أصلاً ما كانت موجودة عندي ولا موجودة بعائلتي. أقول لك استقبلت لعنات وشياطين محملة على مركب اسمه الأفكار، وأخذت جزء جزء من حياتك استقرت فيه. فتخيل لو أنت ارتبطت مع إنسانة أو دخلت في علاقة مع عاهرة أو مع زانية، وهذه الزانية عملت علاقة مع 100 شخص، شو راح تتوقع تكون نتيجة حياتك ونتيجة هذا الارتباط؟ دمار كامل، دمار كامل، دمار كامل. ليه؟ لأنك أنت أخذت من 100 شخص كل الأفكار السلبية والإيجابية واللعنات والشياطين اللي هني موجودة في هذول المجموعة من الأشخاص. طيب، روابط نفسية بين الأصدقاء والعلاقات الخارجية مع، أنا أقول لك بعض الروابط مفيدة. مثلا ناثان وداود، وأحبه يوناثان كنفسه. هذه المحبة شو عملت؟ عمت داود هذه العلاقة، وكان لما فرغ من الكلام مع شاول إن نفس، اسمع، نفس يوناثان تعلقت بنفس داود. هذا بحكي لك عنه بقالي ساعة. روابط نفسية، نفس يوناثان، يوناثان مين؟ ابن شاول، مؤمن، تعلقت بنفس داود. مش علاقة مشوهة مثل ما فسر البعض، مش علاقة شذوذ، نو نو، علاقة مقدسة. هذه العلاقة كانت نتيجتها عهد، ونتيجة هذا العهد كان فيه حماية لداود من شاول من الموت في أكثر من مرة. حما، حماية. طب تعالوا نشوف أكثر الناس اللي تتأثر بالنظر لأنه مخها مفتوح للهواء الامتلاك. شوف إنسان مش بيفكر كتابيا، لسه بعطيك كتابيا، تكوين 34، الهوس أرواح الشهوة، التعلق بروابط نجسة. يعقوب كان له بنت واحدة بس اسمها دينا، هتخليني أطلع مع الناس أو مع المكان اللي أنا فيه في احتفال في زواج، خليني أروح زواج. وخرجت دينا ابنة ليئة زوجة يعقوب التي ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الأرض. شوف الروابط بالعلاقات، ولازم تخلي انتباه على بنتك وابنك. فرآها شكيم ابن حامور الحوي رئيس الأرض. شوف شو عمل، أول ما شافها فتح روابط، فتح حواجز، بده يمتلكها وأخذها. أول ما أخذها اضطجع معها وأذلها، اضطجع معها وأذلها. شو الموضوع؟ شو اللي حصل؟ هذه ما كانت زانية، هي كانت بنت يعقوب، مش واحدة من الغجريات، أو واحدة من، عفوا، من الناس اللي مش مناح. سوري على كلمة غجريات، مش قصدي، لكن مش واحدة من الناس اللي مش مناح. شو اللي حصل؟ روابط الشيطان، غرائز خلى جواته امتلاك. قول هيك، أخذها اضطجع معها وأذل. اسمع، بعد ما اضطجع معها، أول ما نام معها اكتشف أنه في إشي صار بينه وبينها غريب. قل وتعلقت نفسه بدينا. الله، هو شو عمل؟ هو كل فكره زنا، هو كل فكره أنا ابن رئيس الأرض، فما حد يقول لي لا، خليني أذلها. طجع معها، اغتصبها. أول ما اغتصبها وأذلها، يقول الكتاب انفتحت روابط. شو هاي الروابط؟ تعلقت نفسه بدينا ابنة يعقوب، وأحب الفتاة ولاطف الفتاة. كان شكيم مرتبط بشدة بابنة يعقوب دينا، اغتصبها، أذلها. تسبب هذا الاغتصاب الجسدي، العلاقة الجسدية شو عملت؟ في جاذبية عميقة وارتباط قوي وغير صحيح
بربط الأفكار معها، ارتبط بالأفكار. يتطور هذا النوع من ربط الأفكار لما يكون في ممارسة جنسية، أو أول شيء شافها ما كان ربط، بمجرد ما اقترب منها نام معها حصل هذا النوع من الترابط وانتقلت الأرواح مباشرة. خلينا أخلي قدامكم بعض الأمثلة عن الارتباطات. أم ترفض التخلي عن بناتها أو أولادها لأجل الزواج. في أمهات بدهم بناتهم يتزوجوا، وفي بنات ورجال ما بده بنته تتزوج، بنته تبقى جنبه، بده يخليها حده. هذا اسمه روابط. الشخص الذي يرفض أن يتحرر من علاقة رومانسية قديمة ينسحب إلى الحنين إلى الماضي في أوقات الوحدة بشكل لا إرادي. ينسحب، اسمع أنا كل كلمة كتبتها بعنيها، يعني الشخص الذي يرفض أن يتحرر من علاقة رومانسية قديمة هي انتهت هذه العلاقة، ينسحب إلى الحنين إلى الماضي في أوقات الوحدة بشكل لا إرادي، هذا عنده مشكلة في الروابط. ضغينة، الشخص اللي عنده ضغينة كراهية غضب أو يحكم على الآخرين بشدة وما يقدر يسامح، هذا عنده روابط شيطانية داخلية. شخص يستخدم القوة الروحية للسيطرة على الساحر دائما يستخدم الربط بالأفكار. لما تروح الساحر يقول لك شو بدك أربط فيه، أربطه ما بيتكلم، أربط أفكاره، أربطه أنه يبقى عبد إلك، أربطه حتى يتلاعب فيك، هذا ربط. الشخص اللي طول حياته مرتبط بالعمل، عنده جدول عمل أو عنده شيء ما يقدر يتخلى عنه أبدا لأنه في إغراء مادي بالأفكار لهذا الإنسان. السرية والقيل والقال، يمكن أن تشكر الناس اللي عندها قيل وقال وتودي ويجيب، أو تدخل بيتك، النساء تدخل البيوت تراقب تتجسس، تحاول التدخل في حياة أولادها سلبا، الآباء اللي يتدخلون في حياة أطفالهم البالغين بطريقة مدمرة، هدول كلهم يحتاجوا تطهير من الروابط السلبية. نجي على آخر شيء، حكينا على الجوانب الإيجابية يوناثان وداود، حكينا عن الجوانب الإيجابية في العلاقات الزوجية الحقيقية بين الزوج والمرأة. طيب جانب السلبي من روابط الأفكار هي ربط الأرواح الشريرة بأفكار الإنسان اللي حكيت عنه قبل شوي اللي هي متخص السحر. إذا شعرت يوم السيطرة أو التلاعب أو الإحباط، شعرت في سيطرة على مخك أو أفكار بتلعب براسك ونفس، وشعرت أنك محبط بسبب ذكريات في علاقات سابقة ولم تستطيع الهروب منها بل لازمتك لفترة طويلة، فمن المحتمل أنك تكون تتعامل مع أفكار فيها أرواح شريرة. روابط الروح الشريرة مزيفة تحب دائما تفتعك وتقول لك هذه خطة الله لك، لكن هي خطة مزيفة يفرضها الشيطان. الهدف من عنده استعبادك. لستم تعلمون من التصق بزانية صار هو وإياها جسد واحد، لأنه يقول يكون الاثنان جسد واحد. عندما نخطو خارج حدود الله للعلاقات يمكنها أن تتشكل روابط مع الأرواح الشريرة. عندما تكون روابط الروح الشريرة أو الارتباطات غير الصحيحة مع شخص آخر سارية المفعول، يمكن أن تؤدي إلى سيطرة روحية يمكن أن تؤثر سلباً على حياته. يعني شخص متزوج وعنده علاقة مع امرأة أخرى، مش شخص منفصل وعنده علاقة، لا هو متزوج لكن لساته عنده علاقة مع امرأة أخرى، يمكن أن تؤدي روابط الروح الشريرة إلى الاعتماد المفرط على الآخرين للحصول على الموافقة والشعور بالهوية. يعني كيف؟ يعني لما يكون بيني وبين شخص روابط روحية معينة وهذا الشخص له تأثير على حياتي قوي، أنا ما بقدر أعمل أي شيء إلا لما ألجأ وأخذ موافقة هذا الشخص. لو أنا بعرف أنه اللي أنا بعمله صح لا أنا بلجأ وأخبر هذا الشخص بكل خطوة أنا بعمله، هذا يعني أنه في روابط مفتوحة ما بين الاثنين، فأنا بعتمد اعتماد كامل في كل طريقة، هذا بيخلي حياتي مسيرة من قبل أشخاص آخرين. طيب أنا بمشي شوي بسرعة لأنه بدي أوصل لهاي النقطة. أعراض ارتباط الروح الشريرة مع شخص ما، حكيت عن 5 علامات تقول أنه تتحول العلاقات بالأفكار إلى أرواح شريرة من دقائق. الآن هل في أعراض، هل في علامات تشير لأني أنا
موجود تحت هذا الموضوع؟ هل في علامات معينة؟ انهيارات في العلاقة، توقف عن الكلام، توقف عن، لا تستطيع التحدث دون قتال أو غضب، يصبح أسلوب العلاقات الخاصة بك متلاعب ومهين ومخادع للنساء والرجال. الشخص اللي واصل مرحلة من الأفكار والشياطين مع بعض، كيف تميز هذا الإنسان؟ أول علاقة أو أول شيء تخليه قدامك، هذا الإنسان عنده انهيار في العلاقة، هذا الإنسان كتوم، يتوقف عن الكلام. طب لما يتكلم كيف يتكلم؟ لما يتحدث، يتحدث بغضب، يتقاتل، يتصارع، أسلوبه معك إهانة وتجريح وكلام وتلاعب، يشوفك بنظرة دونية، ويخدع الآخرين في العلاقات، ويهم الآخرين بأنه إنسان محب لكن هو إنسان غير محب. لو كان مؤمن راح تلاقيه فقدان الهوية المسيحية، هو مش عارف هو مين ولا مركزه بالمسيح، دائما يحب الناس تخضع له، والناس اللي ما بتخضع له بيفكر بطريقة حتى يؤذي هذول الناس. بالعهد القديم كان شخص اسمه هامان، كان ملبوس بأرواح شريرة. ليه كان ملبوس بأرواح شريرة؟ كل مخه كيف يؤذي مردخاي وشعب مردخاي، وكل فكره انه يقتل هذول الناس. ليه؟ لانه ما كانوا خاضعين له. سفر أستير 3-5 ممكن ترجع لهذا الموضوع، لانه هامان ما سجد الى مردخاي، ما ركع قدامه، امتلأ غضب، امتلأ فكره بالشياطين حتى يقتل هذا الإنسان. فالإنسان اللي جواته غضب، جواته روح امتلاك، عدم الاعتراف بمعروف الآخرين، شخص قد ما بتعمل معه، قد ما بتسنده، قد ما بتوقف يقولك أنت ولا شيء، ولا عامل شيء معي، ولا لك قيمة أصلاً عندي، الشعور وكأنه لا أحد له فضل عليك، هذا الشخص عنده روابط غير نقية وشياطين ساكنة فيه. أن تعامل الناس كسلع بدل من أفراد، يشوف علاقته مع الآخرين تجارية بس، استفاد منك أكون معك، ما استفاد منك I don't care، وهو شيء يمكن بيعه وشراءه واستخدامه وإساءة استخدامه. يمكن أن يشير السلوك المسيطر والمتلاعب إلى ربط الأفكار بالأرواح الشريرة، لا يعترف بمعاناة الآخرين، مهما شاف معاناة أمامه، مهما شاف ناس عم تتألم، مهما شاف I don't care، أنا المهم أنا وبس. هذا الإنسان يكون عنده أرواح شريرة. الاستهزاء والعار هي أكثر علامة موجودة، هو أكثر عارض موجود في الناس اللي عندهم أفكار نجسة مع أرواح شريرة. ليه؟ لأنه دائما الشياطين شو بتخلي هذا الإنسان؟ دائما بتخلي يشعر أنه هو إنسان خاطي، ويطلع لك يقول لك أنا خاطي، أنا خاطي، أنا خاطي، أنا ما بستاهل، أنا أصلا يعني أشعر بالخجل، بعار. ليه الشيطان بيخلي هذا الفكر جوات هذا الإنسان؟ ليه بيخلي هذا الفكر؟ حتى دائما يخلي هذا الإنسان عرضة لاستقبال أفكار من الآخرين. فلما يجي شخص يقول له أنت أصلا ما بتسوى، أنت أصلا يعني نظرتنا إلك أنك أنت ولا شيء، ولا شيء، يخلي أنت أصلا تعتقد نفسك أنت ولا شيء، ويجي واحد يقول لك أنت ولا شيء، شو راح يحصل؟ راح يؤدي هذا إلى الخوف، إلى الجبن، إلى العار، إلى أي شيء، إلى القلق المستمر. أقول لك أنت عاجز، لا خليك دائما بكلمة أنا لا أستطيع أن أخرج مما أنا فيه. هذا يسهل أنك أنت تكون ضحية لأن الآخرين ينتفعون منك، يستفادون منك ويستغلوك. في ناس يقول لي أنا الناس بتستغلني، ليه بتستغلني؟ لأن الأفكار اللي أنت جواتك، اللي أنت بتستقبلها أنه أنا ولا شيء، أنا ما بسوى. كذلك الصفة الأخرى أنه ترسم صورة للجميع بنفس الفرشاة، أنت لا ترى الناس على حقيقتها، الكل عندك نفس الشيء، ولا فرق، ولا فرق المؤمن وغير المؤمن. الناس تيجي تتزوج تقول له اختار مؤمنة، يقول لك شو الفرق، مؤمن ولا غير مؤمن؟ المؤمن غير المؤمنين أحسن من المؤمن، ما بيفرق. شو معناته؟ هذا الإنسان عنده روابط نفسية شيطانية ماسكة على عقله، خليته ما بيقدر يفرق بين الآخرين. كذلك الارتباط مع أفكار الأموات من خلال السحر،
جلب أفكار الميتين. هذا موضوع خطير جدا. الساحر شو بيعمل حتى يؤذيك؟ غير العلاقات النجسة، في خط آخر أقوى من العلاقات النجسة، إنه الساحر بيستدعي ذاكرة أموات عن طريق الشياطين، عن طريق السحر، عن طريق الحجابات، ويجي يخلي ذاكرة هذا الميت فيك. ليه؟ أنا مفتوح، مشاعري مفتوحة، أنا أصلا منفتح، فبسهولة أسلب في المشاعر. فيجي الساحر شو بيعمل؟ يخلي حجاب في مقبرة ويجيب لك ذاكرة الميت عن طريق الشياطين ويخليها فيك، فأنت تقوم بأعمال مشابهة للأفكار أو للأعمال اللي حملها هذا الميت. بتبدأ تشوف أحلام بأموات، تشوف أحلام مرعبة، أحلام مخيفة، حياتك تبقى مدمرة. ليه؟ لأنه اللي بيتعامل معك هو روح الموت وذاكرة ميت، فالنتيجة تكون ظلام في ظلام. إذن لازم تنتبه وأنت تركز على هذه الأشياء. الوقت خلص عندي وعشر دقائق لازم أخلص. راح أركز على الروابط النجسة، مخاطرها، وهل تعلم ما هي مخاطر الجنس خارج إطار؟ أنا حكيت من عنده جزء ولكن راح يعني أحكي فيها بسرعة. لما يجتمع الزوج والزوجة بشكل جسدي أو جنسي، قلنا يتم تشكيل روابط اتحاد كبير. روابط الأفكار هذه اللي تشكلها من خلال الاتحاد بين رجل وامرأة راح تكون غامضة وفريدة، ولا حدا من عندنا ولا حتى الطب يعرف شو هذا الاتحاد، كيف يتولد، شو نوع هذا الاتحاد، وكيف يصمم، وليه يكون مقدس، وليه يكون صعب يتمزق. مخاطر ممارسة الجنس خارج إطار الزواج حقيقية. عندما نشكل علاقة جنسية، أنا هذا قلت الكلام كله، جزء من عندي راح يروح على جزء من عند ذاكرة هذا الإنسان، راح يحصل مشكلة، راح يحصل مشاركة بهذا الموضوع، فراح أستلم، هذا حكيته كله، أنه أستلم من الشخص، وأنا أيضا أرسل إلى هذا الشخص الأشياء اللي عندي. أنا عندي جزء أو أنا استقبلت جزء من شهواني من إنسان، راح أستقبله داخلي وراح أطلقه بطريقة أو بأخرى. طيب تعالوا ندخل على الطريقة اللي أنا عملت درس طويل عريض بصراحة، بس أريد أحكيها الآن. كيف أتحرر؟ كيف أكسر هذا الروابط؟ أنا قلت لازم تتحرك بتدقيق. شوف هذا الحبل اللي قدامك، هذا الحبل ما بيتقطع بسكينة، هذا الحبل يفتر، هذا الحبل لازم نار روح الله تيجي عليه وتحسم الموجود فيه. فكيف أصلي بهذا الموضوع؟ خليت أمامك سلسلة صلاة. أنت بتسمعني الآن، لو أنت في روابط غير نقية أو واحدة من الأشياء اللي أنا حكيتها موجودة على حياتك، زوجك، زوجتك، بيتك، لازم تعلن أنه اليوم في خروج من الظلمة إلى النور. اليوم في روابط نفسية لازم أتحرر منها. أول خطوة لازم تعملها هو الأمر. أنا راح أقراها كصلاة وأنت صليها الآن، لأن هي أمامك واضحة، تقدر تصليها بقوة بصوت مسموع بالمكان اللي أنت فيه، واستخدم أيضا قوة الحضور إليه على حياتك حتى تقدر تستقبل اللي أنا بقوله. أنا أأمر أرواح الشهوة والانحراف تخرج الآن من معدتي وأعضائي التناسلية وقلقي ولساني وفمي وعقلي وعيني ويدي ودمي باسم يسوع. اللي أنا ما قلت لك أنه لما يكون الأفكار أصبحت غير نقية ودخلت الشياطين راح تدخل بهذه الأشياء. فالإنسان اللي عنده هذه الروابط، هذه الأشياء، هذه الأعضاء الجسدية راح تكون معرضة بشكل مباشر إلى هجمات الأرواح الشريرة. أرواح الشهوة راح تلمس بشكل ملموس، أرواح الانحراف راح تلمس بشكل ملموس، راح تجي تلاقي مشاكل بالمعدة، أعضاء التناسلية، الفم، اللسان، الحلق، الشفتين واللسان، والعقل والعيون واليدين والدم، تتحرك مع الدم. إذن لازم أول شيء تأمر، أنا أأمر أرواح الشهوة كل شيء أن تخرج من حياتي الآن باسم وسلطان الرب يسوع. لو شعرت نفسك بدك تتقيأ، أعرف أنه في إشي موجود بدك ترميه برا. أنا أأمر الشهوات الوراثية والانحراف وجميع أرواح زنا المحارم من ضمنها الشذوذ الجنسي من أجدادي عبر الأجيال لتخرج الآن
طعم من حياتي باسم يسوع. احدد هذه الصلوات واعطيني النتائج اللي انت بتشعر فيها لو انت حصل معك اي شيء اخر. كل سحر وروح ايزابل الذي يعملون بشهوة ويضلون شعب الله ليخرج الآن باسم يسوع. أنا أتكلم وأرنم وأسبح كلمة الله في حياتي. هذه أنا بعطيك الصورة للتحرير. كلامي وتسابيحي لبنيان جسد الرب، وأن كلمات فمي لن توقفني. لو أنت شعرت نفسك طلع منك أصوات أو كلمات تجديف، أو سمعت بداخلك تجديف على الرب وأنت مؤمن، وأنت مؤمن أعرف أن الروابط مفتوحة، كلماتي وتسبيحي، أنت وترنم وبتسبح تسمع صوت بعض الأوقات تجديف على الرب، اكسروا. أن أستأثر كل فكر شريرة مأسورة ومرتبطة إلى طاعة المسيح. كل الأفكار اللي ربطها العدو أنت اليوم لازم تكسرها. فأول شيء أنا أمر، ثاني خطوة أنا أكسر كل عنات الزنا، الانحراف، الفجور، والشهوة، والشذوذ الجنسي، والاغتصاب، والتحرش الجنسي، وسفاح القرابة، أي الشذوذ اللي صاير بالقرابة، والحقوق عدم الشرعية، وتعدد الزوجات. كل هذا أنا بكسره الآن باسم يسوع. أنا أكسر كل روابط النفس الشريرة مع العشاق السابقين، أي روابط مع أشخاص والشركاء الجنسيين خارج نطاق الزواج باسم الرب يسوع. هذه صليها بقوة، أنا بصليها على مهلي، لكن أنت لازم تصليها بقوة وبصوت مسموع. أنا أكسر كل لعنات حكيتها، أوكي. أنا أطرد شوف هذه لازم بالتسلسل. أنا أطرد أرواح الوحدة، التوحد أو الوحدة، لأنك أنت لما تشعر بالوحدة هذه الأرواح تشتغل، التي من شأنها أن تدفعني إلى أي علاقة جنسية شريرة. جميع الأزواج الروحيين اللي حكينا لما يصير خطأ خارج طاق الزواج يدخل الزوج الروحي، والأرواح النجسة المؤسسة أو الداخلة خلال الكوابيس والعرافين، أنا أطردها الآن باسم يسوع. أرواح الانحراف بما ذلك أرواح الشهوة، الناس اللي من مؤاب ومن عامون هم أكثر عرضة لهذا الإشي. الناس اللي عايشين من سلالة المؤابيين والعامونيين هم أكثر عرضة لهذا الموضوع. فتلاقي الغضب شديد، تلاقي عدم الزواج، تلاقي خيانة زوجية، تلاقي كسل عند الرجال، تلاقي أشياء كثيرة. فلازم تتعامل معها تكسرها، خصوصا الناس اللي هم من الجايين من نس المؤابيين ونس العامونيين أو في أرضهم. كل أرواح الطلاق والطمع والشهوة والأرواح التي تكسر عهود الزواج أنا أطردها باسم وسلطان الرب يسوع. الآن أنا أتخلى وأنبذ كل الخطايا الجنسية التي تورطت فيها في الماضي. تخلي يعني توبة، نبذ يعني رفض. كل علاقة جنسية مثلية، روح الانحراف واللقاء الجنسي مع الجنس الآخر، أي اتفاق أو بدل أو ولاء لمجتمع الشاذين لازم تتخلى عنه وتنبذ الآن من حياتك. أتخلى وأتوب عن الزنا والاستمناء والمواد الإباحية والانحراف والخيال والشذوذ الجنسي وكل، أنا بكرر معلش لأنه الجهاز عندي هو بيكرر. طيب أنا أحرر نفسي من أي لقاءات شيطانية، أي تجمعات شيطانية، نقعد نتفرج على فيلم شياطين، متابعة للأبراج، هذا كله بحكي لك عنه هو بيفتح الأفكار أو بيربط الأفكار بأفكار النجاسة أو بالشياطين. أحلام جنسية واضحة، ممارسات العصر الحديث، اليوغا التي من شأنها أن تجذب الأرواح المغرية والجنسية، هذه كلها لقاءات، متابعة الأبراج، أحلام جنسية، ممارسات العصر الحديث أو ديانة العصر الحديث، اليوغا، هذه كلها تأملات بتفتح ذهني إلى ربط للأفكار من خلال إغراءات جنسية. أنا أحرر وأنا أتحرر وأفصل نفسي وأتخلى عن زوج والزوجة العمل. يعني شو زوج وزوجة العمل؟ يعني أنا متزوج عندي زوجة بالبيت، لكن بنفس الوقت كأني أنا مدير شركة، عندي سكرتيرة أو عندي موظفات، فأنا بتعامل مع هدول كأنه زوجاتي. حتى في الخدمة بعض الأوقات إذا ما خليت حدود بالخدمة راح تتعامل بنفس الطريقة كأنه عندك زوجتين أو ثلاث زوجات. هذا مرفوض 100%. الخادم الخادمة أخوة، إحنا أخوة،
بالعمل نفس الإشي، بالعلاقات، أي شيء في عهود أو في كلام أو في ياخدك بعيد عن القداسة ما يخلي حدود، أعرف أنك لازم توقفه. الزوجان الذين قمت بإعدادهما في مكان العمل خارج إطار الزواج، هذا كثير وارد. أنا أحرر نفسي من شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. أنا أطلب من الروح القدس أو من نار الروح القدس الآن لتحرق كل شهوة نجسة وأفكار التي لا تبررني أمام ربي. يعني روح التبرير أنا لازم أتبرر، فأنا أطلب النار روح القدس تحرق الشهوة وتبررني قدام إلهي. روح القداسة في حياتي، أنا أطلب روح القداسة في حياتي، أسير في الطهارة الجنسية بأيدي نظيفة وقلب نقي وعلاقات صحيحة باسم يسوع. آخر شيء، أنا أعلن أن جسدي ذبيحة حية مقدسة ومرضية للرب، أنا مصلوب مع المسيح، أعضاء جسدي هي أعضاء المسيح، لن أسمح لنفسي أن أصبح واحد من الزنات، لا أدع الخطيئة تسود في جسدي، ولن أطيع شهواتها، أعضاء جسدي خاضع للمسيح، لدي سلطان على ذاكرتي وأفكاري، وأربط كل أفكار الخيال والتفكير الشهواني، أنا غالب على العالم بقوة وسلطان اسم الرب يسوع. آمين آمين آمين. هللويا هللويا، نشكر الرب. يعني من الخبرة كتير تعلمنا أشياء. نشكر الرب عن الروابط والعلاقات، هي أكتر إشي العلاقات والكلام مع لمس، هو أكتر إشي لما بكون هاي هي العلاقة. يعني ممكن إحنا نتأثر في أشخاص